نبداو عدد اليوم جورنال فيغ بخبر عنوانه هذه حقيقة حصول الرجاء على 200 مليون سنتيم من الاهلي بسبب بانون، وذكرت مصادر متطابقة ان فريق الرجاء الرياضي ما يحصلش على 200 مليون سنتيم من فريق الاهلي المصري بعد ما توج هذا الاخير بعصبة الابطال الافريقية. وحسب نفس المصادر فالعقد اللي كيربط بدر بانون بالاهلي المصري كينص على استفادة فريق الرجاء ماديا الى انضم اللاعب لنادي اخر في المواسم الرياضية المقبلة. وراج التقارير الصحفية اكدت ان فريق الرجاء غيحصل على 200 الف دولار شريطة فوز الاهلي المصري بدوري ابطال افريقيا، الامر اللي كتبو مسؤول بفريق الرجاء، واكد ان استفادة الفريق الاخضر من صفقة بانون غتكون في حالة مغادرته للاهلي المصري صوب فريق اخر. يشار ان بدر بانون كان انتقل للاهلي المصري في السنة الرياضية الماضية قادما من فريق الرجاء في صفقة بلغت قيمتها 2 مليار سنتيم، ومنتظر باش يواجه فريق الام بخميس الاهلي المصري في نهائي السوبر الافريقي بقطر. فهميو الانواف في وجه مكتب الرجاء ويطالبوه بالرحيل، وفي التفاصيل طالب نجم فريق الرجاء الرياضي السابق عبد الاله فهمي المكتب المسير للفريق باعلان استقالته، ونشر فهمي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تدوينه جا فيها ما يلي: حان الوقت ننتظر استقالتكم جميعا وشكرا لكم. تدوينه اللي جات مباشره بعد انتشار صوره مسؤولي فريق الرجاء وهما كيتابعوا لقاء الاهلي وكايزر تشيفز ومعهم مكلف بتعاقدات الفريق المصري. وسبق العبد الى فهمي ووجه انتقادات لديه المسؤولي الرجاء الرياضي بحكم طريقه تسيرهم وتدبيرهم شؤون النادي منذ بدايه الموسم الرياضي الحالي، وكيتعتبر فهمي من المدافعين البارزين اللي نقشوا اسمهم باحرف من ذهب سجلات فريق الرجاء التوج مع النادي الاخضر بعده القاب وطنيه وقاريه. علي لوزيتش يعيق محاولة الأهلي للتعاقد مع رحيمي، وكيعيق النخيب الوطني فايدة لوزيتش محاولة فريق الأهلي المصري في التعاقد مع نجم الرجاء الرياضي سفيان رحيمي في ميركاتو الصيفي المقبل. وحسب موقع الوطن سبور فالأهلي المصري كيرغب في التعاقد مع اللاعب والاستفادة من إمكانياته، لكن تدخل فايدة لوزيتش يقدر يحرم الفريق المصري من الفوز بخدمات موهبة الرجاء الرياضي. وتابع المصدر نفسه أن علي لوزيتش شدد على رحيمي التفكير في الاحتراف الأوروبي فقط وعدم مغادرة البطولة الوطنية من أجل انتقال لأحد الأندية العربية. وأشار الموقع نفسه لأن الناخب الوطني أكد الرحيمي الاستمرار في استدعاء المنتخب المغربي في حالة ما انتقل لأحد الأندية الأوروبية وتمكن من التألق وتقديم ذات المستويات اللي كيظهر بها مع فريق الرجاء. الشارقة الإماراتي يرفض التنازل عن مالونغو ويضغط لرحيله عن الرجاء. وجدوا مسؤولي فريق الشارقة الإماراتي مفاوضاته مع فريق الرجاء الرياضي بدأ في إقناعهم بالتنازل على خدمات بين مالونغو مهاجم الفريق الأخضر بعد نهاية البطولة الوطنية، وكيصروا مسؤولي الشارقة الإماراتي على التعاقد مع المهاجم الكونغولي مباشرة بعد نهاية البطولة في الوقت اللي كيرفض فيه المكتب مسير الرجاء الفكرة، إذ كيرغب في بقائه إلى حين إجراء نهائي البطولة العربية للأندية البطلة ضد اتحاد جدة السعودي. ووضح مصدر قريب من فريق الرجاء أن المكتب مسير كيتعرض لضغوط كبيرة من قبل الوكيلين بهدف إتمام الصفقة والموافقة على شرط الشارقة بضم مالونغو قبل النهائي العربي. ووضح المصدر نفسه أن وكيل مالونغو كيهدد بقائه في الرجاء إلى حين نهاية عقده في حالة ما رفض الفريق الأخضر الاستجابة لشروط الفريق الإماراتي، الأمر اللي غيحرم خزينة الرجاء من مبلغ مالي مهم كيفوق 2 مليار سنتيم ونصف. وكيوجد المكتب المسير نفسه في موقف صعب بين الموافقة على رحيل اللاعب والاستفادة من صفقة انتقاله أو الاحتفاظ به إلى حين خوض النهائي العربي لضمان مبلغ 6 مليار سنتيم في حالة الفوز، خاصة أنه كيتعتبر قوة ضاربة في خط هجوم النصر الخضر. واخيرا مكتب الرجاء يقرر التجديد لركيزه الفريق، وذكرت مصادر مطلعه ان المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي قرر فتح باب المفاوضات مع الحارس انس زنيتي وذلك من اجل تمديد مقامه بالفريق الاخضر سنوات مقبله. وحسب نفس المصادر في المستوى الكبير اللي ضار به زنيتي مع فريق الرجاء في الموسم الرياضي الحالي خلى اداره الفريق الاخضر تسرع الزمن لاقناع الحارس الاول للنادي بجديد عقده ظل صعوبه ايجاد حارس بنفس المستوى، وطالبت شريحه عارضه من مشجعي فريق الرجاء المكتب المديري بجديد عقد انس زنيتي باعتباره ركيزه اساسيه لا غنى عنها في تشكيله الفريق بحكم انه عنده نسبه كبيره في تتويج الفريق الاخضر بالالقاب في السنوات الاخيره. لذلك قرر مكتب الرجاء الشروع في تلبيه طلب زنيتي الوحيد الجديد العقد واللي هو صرف مستحقاته العالقه منذ الموسم الرياضي الماضي، وكيتعتبر انس زنيتي من افضل الحراس اللي حملوا قميص الرجاء بحيث تمكن من قياده الفريق الاخضر للتتويج بعده القاب من كاس العرش البطوله الوطنيه كاس الكاف جوج مناسبات وكاس السوبر الافريقي. أندية مصرية بارزة تسعى لخطف الحداد من الرجاء، وكشفت صحيفة النبأ المصرية أن إلياس الحداد مدافع فريق الرجاء الرياضي معروض للانضمام لأحد أندية القمة في مصر خلال الانتقالات الصيفية. وفقا لهذه الصحيفة فالحداد تم عرضه على الزمالك للانضمام لصفوف الفريق وتعزيز دفاعاته خلال الموسم المقبل. المصدر نفسه أشار لأن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك المصري واللي سبق ليه تدريب فريق الرجاء قبل موسمين تواصل بشكل مباشر مع إلياس الحداد وعرض عليه الانضمام للفريق.
خاصه بعد علمه بانتهاء عقده مع الفريق الاخضر، الامر اللي ما يكلفش خزينه الزمالك اعباء اضافيه بحيث غيكون التعاقد معاه في صفقه انتقال حر. كيجي هذا في الوقت اللي تلقى فيه الياس الحداد عروض من انديه بيراميدز والاتحاد الاسكندري، وهي العروض اللي تلقاها بعد مساهمته في تشويج النصور الخضر بكاس الكونفدراليه الافريقيه على حساب شبيبه القبيل الجزائري. زكريا الهطي يضع الطاقم الطبي للرجاء في موقف محرج. وضع استمرار غياب زكريا الهطي لاعب فريق الرجاء على صف فريقه طاقم طبي الفريق في موقف محرج، خاصة أن طبيب الفريق سبق لي وأكد أن مدة غياب اللاعب الهطي ما غتعداش أسبوع وغيكون حاضر في النهائي الإفريقي، لكن اللاعب الشاب مازال ما تجاوز الإصابة اللي كيعاني منها، وكتعتبر هذه ماشي هي المرة الأولى اللي كيعلن فيها الطاقم الطبي للرجاء على مدة غياب لاعب في الوقت اللي كيستمر لمدة أطول من ديك اللي كيحددها الطاقم الطبي، الأمر اللي كيفقدوا الثقة لدى الجماهير واللاعبين بخصوص التصريحات اللي كيدلي بها في مناسبات مختلفة. وكان الهبطي صاب في مباراة ضد بيراميدز المصري، وأكد الفريق أن اللاعب حسب تقارير الطاقم الطبي غيغيب أسبوع قبل عودته للتدريب، في حين استناد المصادر قريبة من اللاعب فأكد أنه من الصعب التعافي من الإصابة في غضون أسبوع بنظر الانتفاخ اللي كيعاني منه واللي فرض عليه الخلود الراحة قبل بدء عملية الترويض. ورغم أن الفريق أعلن أن الهبطي غيخضع لحصة الترويض معدل 3 مرات في اليوم، إلا أن ذلك ما كانش كافي باش يكون حاضر في نهائي البنين أو مباراة فريقه بالبطولة الوطنية ضد كل المغرب التيطاني وأولمبيك آسفي. الرجاء الرياضي يشكر سفير المغرب بالبنين، وتقدم المكتب المسؤول لفريق الرجاء الرياضي برسالة شكر لرشيد الرقيبي سفير المغرب في البنين، بحيث أكد الفريق الأخضر في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن رشيد الأندلسي كيتقدم ببالغ الشكر والتقدير والسعادة لسفير المملكة المغربية في جمهورية البنين على الاستقبال اللي خص به مجلس إدارة الفريق وعلى دعم مساندته للبعثة المغربية. كان هذا آخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلاقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة.